مصر قائدة في الشرق الأوسط، هذا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في واشنطن، مضيفا أن مصر تلعب دورا مهما في مكافحة الإرهاب وهي شريك مهم للولايات المتحدة وتواصل جهودها للانتقال إلى المستقبل، قائلا: لقد تألمنا لما حدث للأقباط الذين تم ذبحهم في ليبيا والحادث همجي ومثال قوي على إجرام داعش، موضحا أن مصر تكافح الإرهاب في سيناء وعملت على وقف إطلاق النار على غزة الصيف الماضي. من جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري التزام من مصر بمكافحة الإرهاب قائلا أن مصر تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة وأنهت المرحلتين الأولى والثانية من خريطة المستقبل وبدأت في المرحلة الثالثة.